إلى زميلنا رمضان بالعمري من فريق العربية نت. صباح الخير يا رمضان. صباح الخير. صباح الخير يا رمضان. وانت بخير. وانت بألف ألف خير. طيب رح نبدأ من أول أخبارنا عن يبدو أنه وشم عقاد شخص للالتمام مع عائلته بعد ضياع 24 عاما. لو تحدثنا عن تفاصيل القصة. نعم القصة قصتي هي قصة شاب هندي اسمه غانيش أضاع والديه لنقول والداه أضاعوه في محطة قطار في سنة 89 في مومباي. وجد نفسه في الوحيد وتكفل به صياد سمك وبعدين راح عاش في الميتم في باقي مدة حياته. ولكنه لم يفقد الأمل وبقى مصر يعني بحث عن والدته. ظل لسنوات ويبحث في أرشيف الشرطة عن المفقودين إلى أن وصل إلى طبعا اهتدى كان عنده وشم في ذراعه في اسمه أمه. وهذا الشيء هو اللي قاده في النهاية إلى أنه يعرف من خلال سجلات الشرطة عن المفقودين أنه وصل إلى والدته في قرية في مومباي وبعد 24 سنة وجدها طبعا طاعنة في السن وكبيرة وكان اللقاء كان حزين جدا. هذا الفكرة الخبرية أنه تحكي عن الإصرار وعلى الإصرار في الوصول إلى تحقيق هدف معين. حلقتنا اليوم كلها مواضيع من هذا النوع. كان معنا طبعا رسام جزائري برضو يعني فاقد أطرافه ورغم كده برضو يعني بيرسم بيمارس السباحة حتى. وفي الخبر كمان اللي تناولناه يمكن من عقاد كمان صحيح عن الحج استعاد البصر. استعاد البصر بس انا مش فاهمه ليش ما رجعوا لمحطه القطار يعني انه اكيد في كان طريقه اسهل يلتم الشمل يعني قبل 24 سنه بس يبدو هاي هي ظروف ما زحمه يمكن احد اخذه ومشي ويلا كل واحد اعتمد على نفسه. على العموم خلينا ننتقل الى موضوع اخر. طبعا غلاء المهور يعني ازمه منتشره في كثير من الدول. على العموم يبدو انه اليمنيين اخذوا وقفه حاسمه في هذا الموضوع. ما حصل هو انه شباب يمنيين في قريه الجرف بمحافظه تعز قاموا في ثاني ايام العيد بمسيره ليليه. نعم طفوا البيوت لانه احد الاباء رفع المهور من 1000 دولار الى 1500 دولار. 2500 نعم هذا كم في المية يعني؟ فعمل مرة أزمة. ونص فهو عمل ازمه. الشباب يعني العزاب قاموا بهذه المسيره وطافوا على البيوت بيت حتى ليقنعهم بالتراجع وفعلا حققوا المراد واعلنوا التراجع خصوصا انه اسعار او لنقول المهور مرتفعه بشكل تصل الى 15000 دولار في بعض القرى اليمنيه و 40000 في محافظه اب. هذا الشيء رهيب. واذا علمنا انه في اليمن في 2 مليون امراه عانس من مجموع 25 مليون طبعا انا ما احب كلمه عانس صراحه والله هذا مصطلح مزعج انا إيه؟ عارف يعني حتى غير متزوج حتى اللي يستعملوه يقولوا بين قوسين يعني حتى اخذ دراسات تقول فيها ارتفاع شديد مش فقط في اليمن ولا في بلدان عربيه كثيره يعني. طبعا في كثير من البلدان العربيه عجبتهم القصه وحابين يطبقوها يعني فراح نشوف يمكن مظاهرات تطالب بخفض المهور يعني الحين يقولوا انت دعيتي للمظاهرات ايوه هو انا وتلبسي انت التهمه تخيلي. طيب على العموم نختم اخر الاخبار مع خبر هو تصدر يعني اغلب الصحف ان كانت الاجنبيه وحتى الصحف العربيه. زوجان صينيان باعوا بنتهم. هي المشكله مش انه فقط باعوها برخيص وراح اشتروا ايفون. نعم بالسعر هذه المشكله اللي حصل انه في القصه هذه انه الان الصحافه الرسميه في الصين تحكي على الموضوع وانه الآن العدالة تلاحق هذين الزوجين اللذين باعا ابنتهما بالتبني. نعم وحجتهم أنه يبحثان عن حياة أفضل لهذه البنت ومثل ما تقول يعني المقابل هو رخيص هاتف ايفون وملابس رياضية يعني والمقابل 4600 دولار. نعم. لكن القصة الأخرى اللي في الصين هي المعاناة هي القصة الإنسانية الصعبة هي أنه فكرة سياسة الإبن الواحد في الصين. نعم. اللي منعت الصينيين من إنجاب الولد الثاني وفي غرامات تدفع على الإبن الثاني تصل إلى 136 ألف جنيه استرليني. فيه بعض الأولياء اللي عندهم الإبن الثاني يقدمون هبات ويعني تبرعات كبيرة للمدارس حتى يقبلوا الإبن الثاني. جميل طبعا يعني هم الآن أمام القضاء وفي المكان اللي هم فعلا يستحقوا حلا العموم. بس هم يعني بس هم قالوا أنهم حابين يوفروا حياة أفضل لبنتهم بغض النظر هم شو اشتروا بالفلوس. أنت ما حبت الفكرة أوكي يعني أوكي. هي صراحة في كل الأحوال هي حياة أفضل أكيد بعيد أكيد. عن أبوين زي كده يعني بس أنه بشكل عام. على العموم طبعا بنشكر زميلنا رمضان بالعمري من فريق العربية نت على هذا الاستعراض السريع لهذه المواضيع وطبعا نشوفك الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا.